إلهي جنتي سفر دوسة كعزو آمين أنقنا بكيس إلهي نما فتنا آمين إلهي وحن كبري إنه أجر جار ولالكين آمين إلهي وحن كبري وحمانت اللجوء عصي قبرك ويا الله إسقال بلوزية فنان كعمر عبد الله شولي أو حليكو جري يدي مجال هذا مقدشة فنان كالله بدي سنة إلا صار ضعف يكو حنو سنة يمجال هذا أي أجر يدي عذر رئيس بير صدي أو أي كم يديهن ليكر يسكر سد أي إنه حقيقيًا قارك مذا عرورتي سأ الله أنا حريستي عمر عبد الله شولي أي إفك أوجتكوا إلا بعدن عرورة أو هدا يكنو ليهن سجال يطبن أسكيس أو عن سوين لما موسن ما دام وها فنان وين أو فن كهر ونكسم كجوجي أي وحكة قب قلي أو كلية دت كوبن وجهرن وحكة هاللي حلبان محمد عمر دلحة أو كم ذا برلمان كصوماليا وحن ما أنت تعسية ديسي وجونا قبريس إلهي هو واسعيو فنان كي وينا أي قرن كصوماليا وحبذا تاريخ لها ثاني الحدن كي إلى يومنا هذا رجع أسو هالجمي دل كان فنانين الصومالية ما عليه يو أبو أنا ذا سوغان يهان ذينا أنت ما أنت قتل معمن رجع وعد عداء وكم تأها أيان جريدي سي ما أنت أمور الجوجنا أيدو فنانين تا ريما عليه يو أبو أنا ذا يو ركلو إهلا أها يو kaso qayb gal far badan oo abwaanadii oo xirsiluux iyo dhamaan ay wada joogen xeebo iyo maartay barro iyo fanaanadeena weyneed nagaruma iyo gobolka banaadir oo si gaar looga mahadcelinay kaso qayb galkiisa oo matalay gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha xogeenkiisa maaliyada ibraahim deere mahadalla yaani intaba waxan maanta wada tacsiyeynayna umar abdullah shooli allah uu naxariistee anagoo ehelkiisa iyo asxaabti uu ka tagay oo guud ahaan fanaaniinta Soomaaliyeed si gaar ah aan leenahay sabir iyo iimaan asagana badigiisa Ilaahay nama fidnayo dadkii aadka ay isku la soo shaqeeyeen marxuum Umar Abdullah Shooli waxa kamid ah abwaan Cabdi Yuusuf Xasan Cabdi Dhuux oo mar soo noqday maareeyahii tiyaatarka qaranka waxana uu ka sheekeyay taariikhda fanaanka geeriyooday naf waliba inay mowda dhameen waan ogsoonahay Umar Abdullah Shooli muddo badan baan soo wada shaqeynay Ilaahay marxuumka u naxariisto maanta waa maalintii ugu dambeysay adduunka waa maalintii ugu horeysay aakhiro gurigiisii rasmiga ahaa ayuu tagay gurigiisii rasmiga ahaa ayuu tagay Umar Ilaahay waxaan ka baryaynaa marti la jecel yahay oo si fiican loo soo dhaweeyo Ilaahay inuu ka dhigo aamiin Ilaahay waxaan ka baryaynaa Ilaahay inuu qabriga u waasiciyo aamiin إلهي وحن كبرينا إلهي إنه أن حريستو آمين إلهي وحن كبرينا أنتو دلي يا أنت يصير دلي يا صاحبتي يا أنت وذا شقيين إلهي عز وجلها إنه سمر كسيو آمين إلهي وحن كبرينا أمد الصومالية إنه إلهي سمر كسيو آمين إلهي وحن كبرينا أنك إنه سمر نقسيو آمين عمر وحن إسلاحا كوحدي حوق دلك الصومالية وان إساقه الرين وابري إلهي وحن كبر يا إنام بدب ذنبا وذا شقينا إلهي عز وجل حريصا لكم يكرنا وصيو أحمد عمر شولي أوكم إذا عرورت مرحوم عمر عبد الله شولي أيا قدام بين أمه دعري قفل بأو كالينك جيستي آسك أبيس إن كستو أوتبنا يي كالينت الدولة ده أبوانين تأيوم محلها مدة سوماليد أو كساق بقشي آسك أبيه عمر عبد الله شولي وكجوري المجال ده مقدشو فنانين سوماليد يبلش سوماليد وحن لا يهاي أبي كلي وردنت عمر عبد الله شولي وحن لا يهاي وصو دعية جنة الفردوس إنه جيو محل قف كي مارت أو واحد معناه أو دين كله هنا بين أدم ودين والغيال كرا أنا قاعد ديارة بنا سينو مركو حن لا أبوانين سون أبوان أدر واحد أدر واحد جو عبد الله يا أدر محل أبوان هرس الله الله أنا حريست عمر عبد الله شولي أيه دادي صدتك أقان تقوله waxay ku sheegeen 82 sano jir fanka soo galay isagoo daayir waxaana uu ku magac dheeraa madaalihii hoblada waabari Ismaaciil Ahmed Maxamed Ismaaciil Turki Shabeelle TV magaalada Muqdisho